هناك عدة خيارات أخي فرج الآن مطروحة. ما هي؟ أول هذه الخيارات هو الانطلاق من تعديل حكومة السيد بشاغة، والانطلاق من نقطة أن السيد بشاغة تم اختياره بالإجماع ولا خلاف حول اختياره كرئيس لحكومة، لكن حصل بعض الجدل واللغط حول تشكيلة الحكومة والعدد وكيف تم التصويت وتعرض البعض للكذا، وهذا رأي البعثة وإحنا تواصلنا مع كل الأطراف وربما هذا موجود. فهناك رؤية معتبرة تطرح فكرة أن يقوم السيد بشاغة بإعادة النظر في حكومة. إذن السيد محمد صوان يعترف وبعظمة لسانة زي ما نقوله بأن حكومة بشاغة غير شرعية، وأن التصويت عليها لم ينال الثقة الكاملة، وأن حدث تزوير فيها. هذا كلامه هو، قال لك وهذا رأي البعثة. ما أعتقدش البعثة بناء على كلام محمد صوان قطع من رأسه، أكيد عندها تقارير وكذا. طيب، وقال لك هذا رأي معتبر، سمعتوه بروحكم تونا عودوا. باهي، سؤالنا للسيد محمد صوان ومن معه ومن يدور في فلكه، باهي كيف الرأي في هالملايين التي أهدرت والتي سرقت من أموال الضرائب اللي سرقها بشاغة وعلي القطراني حكومتهم، وتقسيم البلاد، ومنع عبد الحميد الدبيبة رئيس الوزراء من النزول في بنغازي ومنغات والجنوب، وتفتيت البلد وزيادة الأزمة وإثقال كاهل البلاد والعباد بهذه المشاكل. أنتم من أيدتم بشاغة وحكومته، بل خرجتم في الإعلام وقلتم أنها الحكومة الشرعية والوحيدة. قلنا لكم يا أولاد أو الفيديوهات رأوا ما فيش نصاب، يا أولاد تزوير، يا أولاد باش شنسمان عقيلة صالح يكذب، مانعين إسماعيل الشتوي إنه يخش من الحدود، ومانعين أخونا التالي اللي من جنزور هذا إنه يجي يحضر، ويكذب عقيلة صالح على الهواء مباشرة ويقول إنه قدم استقالتي. الراجل طلع في بيان قال إني قدمت اعتذاري ولا شيء، وهذا كذب صريح وواضح من عقيلة صالح. طلعوا الناس تكلموا، طلعتوا أبيتم واستكبرتم، يعني إلا أن كلامكم هو الصحيح وأن الحكومة هذه حقيقية وأن التصويت حقيقي وأنها نالت الثقة وأنها لازم تستلم البلد، بل أنكم ذهبتم إلى أبعد من ذلك، دخلتم طرابلس وأمرتم السفهاء بالقتال وأرواح الناس وأرزاق الناس وماتوا الناس والناس بهدلت في وسط طرابلس. من يتحملها يا شيخ محمد صوان؟ هذا كله الآن طالع بكل جرأة تقول بالفعل الحكومة لم تنل الثقة، وهذا رأي الأمم المتحدة وهو رأي معتبر. باهي وليت اللي لكم سنة ضيعتوا البلاد والعباد فيه، والناس اللي ماتت، والناس اللي ركبتها حالة نفسية من عمايلكم، كيف الرأي فيها؟ يعني هيك ببساطة الدماء تسيل والأرزاق تضيع والميزانيات تسرق والبلاد تتقسم، وبعدين تخسروا علينا لقاء تلفزيوني يا أولاد يهديكم يا أولاد يرضيكم، قلتوا في 60 دقيقة امشوا تسبوا فينا ليل نهار وتقولوا علينا تقعمزوا في المناطق في القهاوي، وتسبوا في الناس اللي تقول لكم عيب عليكم، راهو الكلام اللي تقولوا فيه ما هوش مزبوط، أو الفيديوهات أو كذا، تقرير الصالحين، تقرير الغير صالحين، تقرير الأمم المتحدة، الأمم الغير متحدة كلها، تو في الأخير تطلع تقول هيك يعني. وأنت مطلوب في القضية، أنت مطلوب، ما تقول ليش بشيء درت اجتماعات، هذا يا إخواني يؤكد الكلام اللي يقولوا فيه يا شعبنا الليبي، هذا يؤكد يا مهندس عبد الحميد الدبيبة والنائب العام والناس كلها، هذا يؤكد الكلام اللي يقولوا فيه يا مدعي العام العسكري يا شعب ليبيا،
فضل هذا الكلام يعني من فمه يدينها ومن لسانه يدينها. لا إله إلا الله.